بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. الآية 64 من سورة إنعام. قل أي النبي عليه الصلاة والسلام كلفه الله بهذه المهمة الشريفة اللي كلها رحمة وكلها أنوار. قل الله ينجيكم منها، منها كالورطة ليك المخاطر والداهمة عليكم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. هو قادر علاش يجب يرسل عليك كروب جمة ويجب هنا يمنك من كل كلها وكريمة. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. بعد ما تجيك الرحمة الإلهية ما عادش تقول يا رب ما فما رب إلا أنت، لا يا يا عزة يا مال يا معافي يا طبة ولا مجد ولا شرك بريء، ويعاقب عليه المولى. ولهذا يزيد من قلة الحياة مع المولى الواحد ولا مخلص إلا هو. قل لا مخلص مطلق، خاطر المخلص اللي خلصونا لي زاجون ساليتير هما الأنبياء عليهم السلام ومن والاهم من العلماء الصعاب. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب وما أنتم تشركون، أي في نهاية مطافكم جات النجاة اللي يبعثها ربي يمن بها على خلقه العصاة، يولي معك شما توحيد وتسخط كما تو مسخوطين كرب وغير الكرب لأنهم مشركين، تحبوا لأنهم مشركون وتحبوا تذكروا مشركون أنتم من شرككم أن فضلتم أوامر الله، فضلتم عليها أوامر شياطين الإنس والجن وقدمتم كلاب الصهيونية وكلاب الكعبة.